خص الله هذه الأمة أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأن تولى حفظ كتابه الذي أنزله على رسوله إليها، واستحفظ أرباب العلم من الأمم السابقة على الكتب المنزلة من السماء، فحرفوا وغيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله تبارك وتعالى. كثير منهم فضاعت عليهم حقائق ما أنزل الله على أنبيائه، وما أنزله على نبينا تولى حفظه سبحانه وتعالى وأبقى تواتر قراءته على ما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحروف التي نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلها. فكان من أعظم المنن والنعم على هذه الأمة هذا القرآن وحفظه وتلاوته، وكان كما جاء في الحديث الشريف حبل الله مده إلى عباده في هذه الأرض، وجعل له لهذا القرآن أصحابا وأهلين، فجعل أصحابه الذين عظموا هذا القرآن وصاحبوه في ليلهم ونهارهم، وهم أصحاب القرآن الذين يشفع لهم القرآن بشهد قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرؤوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن الأصحاب من يرتقي إلى أن يكون من أهل القرآن، وهم أعظم امتزاجا بالقرآن وأعظم اطلاعا على سر القرآن وأحسن عملا بما دعا إليه القرآن. وهؤلاء بواسطة القرآن يكونون شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، وإليهم الإشارة بالحديث الشريف: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله يجعلنا من أصحاب القرآن ويرفعنا إلى أهل القرآن حتى يحشرنا في زمرة خواص أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولم تزل السرائر والقلوب والأفئدة تتنور بنور القرآن، ولم يزل القرآن من أعلى أذكار الرحمن، فإن خطابه بما نزل منه والتوجه إليه بما أتى منه سبحانه وتعالى أجدر بنيل المأمول وحصول القبول، وأعظم لحظ الإنسان من ربه جل جلاله وتعالى في علاه. وأصاب المسلمين كثير من الغفلة عن القرآن ما بين هاجر له وبعيد عنه، وما بين من وقف عند سورة التلاوة والألفاظ وبعد عن التنبه والاستيقاظ والتدبر والاتعاظ والعمل بما في القرآن الذي هو أخلاق وآداب ومجموع ما جاء فيه من ما يتعلق بالأحكام في الأعمال يسير بالنسبة لما فيه من الشؤون الأخلاق ومعاملة الخلاق جل جلاله. ومن هنا قالوا أن المقصود الأعظم من مجيء هذا القرآن دعوة الخلق إلى الخالق، وإيصال الذي آمن بالله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى مراتب القرب من الله والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. هذا المقصود الأعظم من نزول القرآن الكريم. يجب على المؤمن أن يفسح للقرآن مجاله حتى يسير به المسار الذي يصل به إلى هذا المقصود الكبير العظيم الجليل، ولا طريق لذلك إلا من خلال التعظيم واليقين بما في القرآن والتدبر له وكثرة تلاوته بالإصغاء والإنصات. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فتتتابع الآثار من ذلك من نزول الخشية ومن
كشعريرة البدن عند والجلود عند سماع القرآن وعند تلاوة القرآن، وما يتعلق بذلك من تصفية عن الأدران ومن كشف للحجاب وتصفية للران، وما يترتب على ذلك من تحقيق المعرفة بالرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأرشدنا الحق إلى الاستمساك بهذا الحبل المتين، بيقول كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله ينور قلوبنا وأفئدتنا بنور الذكر الحكيم والكتاب المنزل، ويجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار رغبة ورهبة ومحبة وتعظيما وعبودية وأدبا معه سبحانه وتعالى، واستزادة من العلم وخصال الصدق مع الرحمن جل جلاله في كل شان، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وتدارك هذه الأمة بدفع البلايا والآفات عنها وربط قلوبهم بالقرآن والوحي المنزل على سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، وجعله لنا ولكل منهم نورا وشفاء وهدى ورحمة، إنه يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن، واجعلنا عندك من خواص أهل القرآن يا كريم يا منان. وفي طلب تقوية الصلة بالكتاب العزيز واستنزال أنوار إلى ساحات القلوب، يتكون الاجتماع على ختم القرآن، فنجتمع على ختم القرآن، وعندنا بعض المصاحف تليت إلى سورة والضحى، فمن الضحى إلى سورة الناس، وهي ملآنة بالمواعظ وببيان الحقائق وبأقسام وحلف الحق جل جلاله على شؤون تتعلق بحياتنا ومماتنا وآخرتنا. فينبغي أن نحسن التأمل والتدبر، ونجتمع على الدعاء سائلين الله تعالى القبول، فتوزعوا كل عدد منكم لقراءة هذه السور، ونجتمع على الدعاء إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم، ونظر الله إلينا وإليكم.